لكن دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لكريم بيبرز يتابع الإجراءات الختامية لانطلاق الجلسة الافتتاحية الإجرائية واللي بتتسلم فيها مصر رئاسة الكوب 27. بصبح عليكي مرة تانية يا هدير، وبصبح عليك يا شاذلي. وفعلا زي ما انت قلتي، الجلسة يعني الافتتاحية الإجرائية اللي هيتم فيها تسليم المؤتمر من رئيس كوب 26 للرئيس كوب 27 سفير سامح شكري. الحقيقة انه انا قدام قاعة رمسيس، وهي القاعة العامة، ودي اللي هيكون فيها بالفعل الجلسة الإجرائية اللي هيتم فيها مراسم التسليم. الحقيقة أنه كمان هيكون ده بحضور وزيرة البيئة المصرية دكتورة ياسمين فؤاد، وكمان بحضور بعض وزراء الدول والوفود الأجنبية أيضا المختصين بوزارات البيئة الخاصة بهذه الدول. يعني ده اللي هيحصل فعلا في القاعة اللي ورايا دلوقتي، وده خلال نص ساعة من دلوقتي هتبتدي بالفعل الجلسة الإجرائية أو الجلسة الافتتاحية ومراسم التسليم. الحقيقة أنا موجود هنا والوفود موجودة دلوقتي، يعني ابتدت تيجي بغزارة شديدة جدا جدا كل الوفود الإعلامية والمكاتب الإعلامية، وكمان الشباب المشاركين، وفي بعض البلاد مش هيكون معاهم الوزراء موجودين، ولكن في وفود ورؤساء للحكومات، وفي كمان مفوضين عن الحكومات المختلفة هيكونوا موجودين لحضور هذه الجلسة الافتتاحية. ويمكن الهدف الرئيسي من الجلسة الافتتاحية دي هي تسليم المراسم، وكمان إرساء القواعد الرئيسية اللي هيكون عليها مؤتمر المناخ كوب 27، وهي السمة الرئيسية ليه، وهي implementation أو التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وده الأساس في كوب 27 بشكل عام. لكن كمان بجانب التطبيق الفعلي على أرض الواقع، هي فكرة أخذ الآراء والأفكار الخاصة بوزراء البيئة، لأنه بعدها هيكون في جلسة الأطراف أو اجتماع الأطراف، اجتماع الأطراف في نسخته 17، وده اللي هيكون هيتحط على أساسه أسس اللي هتقوم عليها الجلسات اللي جاية في خلال الأيام القادمة الخاصة بكوب 27. كمان أنا اتكلمت مع بعض الجاليات اللي موجودة، وعفوا بعض الوفود الأجنبية اللي موجودة، وتكلموا كمان عن أهمية التعامل مع التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، خصوصا في بعض الدول، على مثلا على سبيل المثال ماليزيا، الدولة دي دايما معرضة للفيضانات. وتكلمت مع مفوض رئيس الوفد الخاص بالحكومة الماليزية اللي تكلم معايا عن أهمية التعاون والاتحاد الدولي، وأيضا العمل على التمويل وتفعيل التمويل من الدول الكبرى للدول النامية للتعامل مع هذه التغيرات المناخية، مش بس في التعامل مع الوسائل الصديقة للبيئة، ولكن كمان الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، لأن الفيضانات هي بتؤدي إلى النزوح العديد جدا من المواطنين الخاصة ببلادهم، وده بالطبع بيحتاج يعني تمويل كبير جدا جدا. وكمان مش بس فيضانات، ولكن ده بيؤدي كمان لمجاعات مختلفة، وده بيأثر بشكل مباشر على البشر بشكل عام. ودي يعني نظرة عامة عن اللي هيحصل في الجلسة الإجرائية اللي هتكون في قاعة رمسيس. والآن برجع لكم مرة تانية. شكرا لك كريم بيبرز. شكرا لك يا كريم على كل هذه التفاصيل، وبالتأكيد طبعا هنرجع لك مرة تانية عشان نشوف كمان توافد الحضور لحضور الجلسة الافتتاحية.